مخرج ايه خلاص خلاص اكشن هيموريج ديفيجن اشوف نزيد يا شباب يعني ايش واحد ينزل دم اخرج يعني اسكيب اوف بلاد فروم ذا سيركيليشن فروم سيركيليشن The escape of blood from circulation. From circulation. Escape of blood from circulation. That was a big hemorrhage. Man, types. Number one. External hemorrhage. يعني ايه اكسترنال هيموريج؟ يعني بيطلع لي برا الدم بشوفه ها اوبفيس بقدر اشوف كميته بقدر احدد الخطوره هل نزف كثير ولا نزف قليل يعني ينزف لي برا ينزف لي برا الجسم اكسترنال هيموريج فيزيبل فيزيبل يس اكسترنال هيموريج زي ايش؟ زي اللي بيستكسس واحد يعرف بيستكسس زي انجري هيماتيميسيس واحد يخرج دم نعم تخرج انه داخلي ده خلي بالك يبقى هيماتيميسيس هيموتيسيس احيانا هيماتيميسيس يكون معاه كمان ايه ميلينا دم اسود لور الدم ايه من تحت لو رجعت لور لا هو بيحصل مثلا نزيف ايوه ابرج بينزل بينتظم اسيد هيماتين، اسيد هيماتين بيكون لونه اسود بينزل ميلينا على شكل الشباب لكن لو طلع حيطلع احمر، اوكي؟ طيب يبقى اذا هيماتينيسيس اند ميلينا اربعة هيموتيسيس بايلز هيمورويدز بايلز بواسير خمسة هيموتيسيس ستة دايركت فيزيت انجري ها؟ دايركت فيزيت انجري تروما ماشي تروما ماشي عم سينا تروما زي كمان ايش هيماتوريا هيماتوريا زي بليدين بفاجينا فاجينا بليدين ثمانية فاجينا بليدين سواء كان دورة غزير او الدنيا قد ملخبطة معي دورة مش دورة نزيف او بعد الولادة بوست بورتم هيموريج ها يبقى دي كلها يا شباب اكسترنال ايه؟ اكسترنال هيموريج اثنين انترنال هيموريج يبقى هنا الهيموريج للبادي كافيتيز داخل البادي كافيتيز انترنال ما بقدرش اشوفها كونسيلد يسموها كونسيلد هيموريج ما بقدرش اشوفها ما بقدرش اقيم حجم الخطوره يعني بسهوله واحد مثلا دق ايده سيارة احسن نفسه تمام دوخ بعد كده بالشارع ليه دوخ؟ جلس ينزف من الطحال انفجر على الطحال جلس ينزف الداخل بريتونيا فبالتالي دي اسمه انترنال ايه؟ انترنال هيموريج لما ينزف الداخل بريتونيا بسميه هيماتو بريتونيا هيماتو او هيمو بريتونيا هيمو بريتونيا طيب اثنين لو نزيف داخل الثوراكس بسميه هيماتو ثوراكس او هيمو ثوراكس هيمو ثوراكس لو دخل البريكارديال ساك ها ايش بسميه هيمو بريكارديال هيمو بريكارديال لو نزلت في المفصل هيمو ارثروزيس لو نزيف داخل التونيكا فاجينانيس كانت التونيكا فاجينانيس الموجودة في السكروتم حوالين الخصية بسميه هيماتوسيل تمام؟ يبقى ده أنواع الانترنال إيه؟ الانترنال هيموريج النوع الثالث انترستيشال هيموريج انترستيشال
انترستيشن هيموريج. ده بيكون تحت الجلد، بيكون في السوفت تيشوز، تمام؟ بسميه انترستيشن ايه؟ انترستيشن هيموريج. الانترستيشن هيموريج قد يكون على شكل نقط حمراء بسميها بيتيكي او بيتيكي الهيموريج او بيتيكي اسم الدلع على طول كده. بيتيكيا واحده، بيتيكي جنب. ليه؟ عباره عن نزيف تحت الجلد بحجم الدبوس كده 1 الى 2 ملم كانه قرصان عنش او دبوس او بربوط. نقط كده، نقط نزفيه في الجلد. يبقى دي بسميها بيتيكيا الايه؟ بيتيكيا الهيموريج. بيتيكيا الهيموريج يبقى بين لايك او بين دوت او من 1 الى 2 ملي نقط كده. كيف بتفرقها وبين قدمة النامس او قدمة البرغوث؟ تضغط عليها كده. لو ضاعت يبقى دي قدمة برغوث او قدمة ناموس. تشيل ايدك ترجع لقدمة الناموس، لكن البيتيكي او النزيف تعمل ايدك ما تعملش ايدك، تضغط ما تضغطش، هي موجودة على طول. اوكي يا شباب؟ يبقى ده اول نوع بسميه بيتيكي. قد يكون اكبر من كده، يوصل ل 1 سنتي، بسميها بيربورا. بيربورا. من 2 مللي لحد 1 سنتي بسميها ايش؟ بيربورا فلات. بقع نزفيه كده، اوكي؟ حمراء. ثلاثة قد تكون أكبر من كده، تعمل لك بقع زرقاء منيلة زي لما يركبوا الكانيولات، شوفوا كده مكان نزيف، بسميها إيكموزيس. هذه كلها فلات ليجن، كلها فلات ايه؟ ليجن. هذه السكين، دي بيتيجي، دي بيرة، ودي إيكموزيس. اوكي يا شباب؟ طيب احيانا بتبدا ترتفع تعمل كتله في الجلد، او كتله بين العضلات، او كتله داخل البريتو، كتله دمويه، كتله الدم جامد، دم جامد زي الكبده، زي قطعه الكبد، دم جامد. ها واحد ما يرقمك طلع كده كتله دمويه كده في الدم، نزيف دموي. ها كتله الدمويه دي وات ايفر ذا سايد، سواء تحت الجلد، سواء بالمسلز، لو حصل مثلا فراكشر بون كده نزف بين المسلز اوف ذا ثاي، او نزفت للبريتور عمل لك كتله كده، كتله ماس، بسميها هيماتوما. بسميها ايش يا شباب؟ هيماتوما. يبقى دي ماس تبع كده، ماس كتله. اوكي؟ يبقى دي انواع ايش؟ انواع الهيموريج. طيب ايش مشاكل الهيموريج؟ او قبل ان نتعرض للاسباب، قبل اول حاجه اسباب. ها ها شغل ايه ال 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 ايتيولوجي اوف هيموريج، اسباب الهيموريج. ايتيولوجي نمبر 1 according to etiology بقسم الهيموريج الى نوعين، تمام؟ يا لوكال هيموريج، يعني هينزل موضعي، يبقى لوكال هيموريج او لوكال كوزيس. لوكال كوزيس اسباب موضعيه، اسباب ايش؟ موضعيه، زي تروما، واحد خفقت حجره تنزف تروما لوكال كوز، صح ولا مش صح؟ زيها فايلز ستاكسز فايلز فايلز ستاكسز كله لوكال. او انفكشن قد يكون سبب الهيموريج، انفكشن انت بالجابات في اللثه ممكن تنزف، التهابات في اللوزة شديدة، لوزتك معمرة ممكن تنزل شوية، صح ولا مش صح؟ تي دي ممكن تخليك تنزل، يبقى انفكشن. إذا انفكشن إذا سبب من سبب العيش من أسباب الهيموريج. أربعة انفكشن، إكزامبل تي بي، إكزامبل تي بي. خمسة
ممكن يكون تيومر ورم بدا ينزل، يبقى تيومر. ستة ألسر انسريشن، قرحة قرع وون، يبقى ده ممكن ينزل. يبقى دي كلها اسمها لوكال ايه؟ لوكال كوزز. يعني ايش؟ هنا انت ما تعرف انه في لوكال كوزز هوديه ليه؟ الدكتور المختص. لو بينزل من الانف والانف وادن حنجرة صح؟ بينزل في نتيجة رجمة، دكتور في الطوارئ لو مرض يضبطه صح ولا لسه؟ واحد عنده بايلز اوديه جراحة عامة، او واحدة عندها بايلز اوديها جراحة عامة. ليش واحدة؟ عشان التانية عندها نزيف بس منين؟ من الرحم، اوديها نساء ولادة والفرق ديك تنزل ديك تنزل، بس بايلز اوديها جراحة عامة. نزيف من الفاجينة اوديها نساء ايه؟ نساء ولادة. فهمتم؟ يبقى على حسب المكان هوديه للمختص. فبالتالي دي أهمية اللوكال كوزز، إنه من عادة نزيف أوديه للمكان المختص بهذا المرض. طيب اثنين، سيستميك كوزز، سيستميك أو جنرال كوزز. أسباب عامة للنزيف بسميها بليدنج تندنسي. بليدنج إيه؟ بليدنج تندنسي. خلوا بالكم اذا بليدنج تندنسي مش زي واحد رقمك ولا تنزل من مكان الرقم، مش اقول عليك بليدنج تندنسي عندك قابليه للنزيف، ما انت رقمته. تعال بس قال لك راح اشوف كل مقهى شغال ايش هذه خرج الدم، ما عندوش ده بليدنج تندنسي. جنرال كوزز يعني في اسباب عامه بقى، دي بنسميها بليدنج تندنسي. بليدنج ايه؟ اسباب البليدنج تندنسي يا اما في الصفائح يا اما في الكلوتنج فاكتورز يا اما في البلاد ايه؟ فيزلز. بثلاث اسباب. نمبر 1 بليتلتس. مشكله في البليتلتس يا اما نقصان يا اما فانكشن. يبقى يا اما البليتلتس ناقصه بسميها ثرومبوسيتوبينيا. نقص الصفائح الدمويه او ديكريز في الفانكشن ثرومبوستينيا. او نتيجه دراجز زي الاسبرين. دراج ترميوز اسبرين. ها؟ يبقى اذا دي اسباب البليدنج تندنس في البليتريتس. يا نقص يا ما يشتغلش خلقه يا ايش؟ يا اسبرين. علاج ما يخليهش يشتغلين. اوكي؟ طيب ثرومبوسيتوبينيا نقص الصفائح، هنا بقى اسبابه بقى كثير. يبقى هنا كيف بتحلله؟ تعمله صوره دم، شوف الصفائح ناقصه. الصفائح ناقصه هو قال لك بينزف من الانف. عملت له صوره دم الصفائح ناقصه، يعني مش حوله له بتاع الانف. بتاع امراض الدم او الباطنه. ماشي حلوين، فالفرق رغم انه هذا من الانف وهذا من الانف. بس هذا عملت له بالاتلتس ناقص، يبقى هذا مش تبع الاذن والانف والحنجره. خلوا بالكم. ليش؟ لانه عنده بليدنج تندنسي. بليدنج ايه؟ تندنسي. في سبب واضح هو اللي يعمل بليدنج. اوكي؟ غالبا الناس اللي عندهم بليدنج تندنسي بينزفوا من اكثر من مكان، مثل انف ورذاء. انف وبقع حمراء في الجلد. اوكي؟ في طفح ايكموزيس، وفي مثلا عنده ايش؟ مينوريجيا. نزيف في الدم، هذيك تقول بليدنج ايه؟ تندنسي. يعني مش هيبصر الدم العادي الثرومبوسيتوبينيا انه عنده نقص في الصفائح. بعد كده بتدور بقى على اسباب نقص الايش؟ الصفائح. في اشهر سبب في اوسخ سبب. اشهر سبب اي تي في. اشهر سبب في الاطفال في الاناث بالذات. بيكون السبب انثى كده بنت صغيره تشايلد عندها بقع في نزفيها في جلدها وتنزل من انفها او من فمها مثلا. تمام؟ يبقى هذه عندها بليدنج تندنسي وعندها نقص البليتريتس، يبقى رقم واحد في دماغي ايش يا شباب؟ اي تي بي. بس ما ينفعش اشخص اي تي بي وابدا على ده. اول حاجه لازم استبعد كل الاسباب، بعد كده اقول اي تي بي. ايش الاي تي بي؟ الاي تي بي ايديوباثيك، غير معروفه السبب، ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربورا. ايديوباثيك ثرومبوسيتوبينيك بيربورا. ده اشهر سبب.
لكن عشان تشخصه لازم تستبعد كل الاسباب الاخرى اللي تسبب. بعد تقول هذا ما هو الاي تي بي، هذا من النوع اللي غير معروف. تمام؟ طيب احمد احمد سلام لنقص من الثلاث الوجه يا شباب. لوكيميا، لوكيميا لازم استبعد اللوكيميا الشدري. بعده اوتوميون، امراض مناعي بيكسر البليتلتس او ما يخدعش الشلل زي السيستميك لوباس اندوماتوزس. اوكي طيب ممكن هايبر سبلينيزم، الطحاء بيكسر البليتلتس، هايبر سبلينيزم. اوكي ده في كلها اسباب لايش يا شباب؟ ل او دي اي سي ديسبليت فاسكولار كوجريشن، ده كله عايز تهلك البليتلتس. المشكله في البليتلتس دي اسباب حقيقيه، اسباب حق مشكله كبيره. الفانكشن ناس متولدين بثروموسيتينيا، كان بدلت عندهم كويسه بالعدد لكنها ما بتشتغلش كويس زي فريدريك ثروموسيتينيا. اوكي اخر حاجه الدراج زي الايش زي الاسفل، يبقى دي مشاكل بالاثنين. بروبلم في كلوتينج فاكتورز، الكلوتينج ايه؟ فاكتورز، كلوتينج فاكتورز يعني عنده نقص بواحد او اكثر من الكلوتينج ايه؟ من الكلوتينج فاكتورز. مثلا عنده فيتامين كاب ديفيشنسي، يبقى هينقص عنه كم فاكتور؟ اربعه فاكتورز. زين فيتامين كي ديفيشنسي. الناس اللي عندهم الكلوتينج ايش؟ او الناس اللي عندهم هيموفيليا. هيموفيليا في معانا هيموفيليا ايه؟ وبي وسي، ايه 8 بي 9 سي 13. اوكي يا شباب؟ يبقى نقص الكلوتينج فاكتورز او دي اي سي. يبقى في اسباب في الكلوتينج ايه؟ فاكتورز او ليفر ديزيز. الناس اللي عندهم ليفر ديزيز اللي هم مصنع الفيتامين اللي بيحول فيتامين كاف وفاكتور صارت. يبقى دي المشكلة حقهم في الكلوتينج ايه؟ في الكلوتينج فاكتور. السبب الثالث البليتنج تندنسي فاسكولار، يبقى نورمال بلاد فيزلز، نورمال بلاد فيزلز او بسميها فراجايل بلاد فيزلز. البلاد فيزلز عرضه انها تتكسر، ضعيفه اللي هو العقل، زي الناس اللي عندهم سكيرفي. سكيرفي سكيربي اللي هو يا شباب اسقربوط، فيتامين سي ديفيشنسي، ده بيبدا ينزل من الجمز واحيانا من النوز. تمام يبقى ده واحيانا هنا من اكثر من مكان من الجلد، ده بنسميه سكيربي. اثنين فاسكولايتس، التهاب الاوعيه الدمويه برضه ده هيسبب هيموريج. بليدنج تندنسي، بليدنج ايه؟ تندنسي زي هينوكشينولين بيربرا. اوكي؟ يبقى دي اسباب البليدنج تندنسي. يبقى فرق هنا مهم جدا، واحد قالك يعني زي هذا هو ده سبب لوكال كوز ولا سيستميك كوز؟ سيستميك كوز حوله باطنه، لوكال كوز حوله للتخصص حقه. اوكي يا شباب؟ طيب افكتس اللي هتبان عليه على حسب هل هو اكيوت هيموريج او كرونيك ايه؟ او كرونيك هيموريج. يبقى معانا نوعين، اكيوت هيموريج ومعانا كرونيك ايه؟ هيموريج. في الاكيوت هيموريج ايش الايفكت؟ واحد بينزل على حسب الكميه، small amount or large amount. يبقى according to amount
small amount واحد رقم ما نزلت ميت كريم بيتك واحد ما كل مزيفون صار لنا مسام أنكم ما قد نحششتوا الفكر زفت شوية أقالك روعك أول مرة مثلا أو يعني مش من تبتعوا ما قالك روعك إيش يعني كم يعني بسيطة مش خطية دم خلاص يبقى له إفكت نو إيش؟ نو إفكت يبقى له سمول نو إفكت يبقى نو إفكت ممكن بس توسع سنين بس أوكي؟ نو إفكت لكن لو لارج أماونت نزلت بكميات كبيرة زي الجار شوت انجري زي الترافيك الكار اكسيدنت نحتسب كثير ممكن ليت ممكن تريد يبقى ممكن يدخلك في شباب هاي فوليميك شوك او بيموراجيك شوك بيموراجيك ايه؟ شوك يبقى ادخل بيموراجيك شوك بيموراجيك شوك ماذا لو اكيوتي موراجيك؟ يا قليل يا دو وحدة ما يعرف ولا حاجة طيب لو كروني كرونيك هيموريج يعني انت كل مره بتنزف على قليل قليل على قليل قليل فعندك بيبتيك ألسرز عمال بتنزف او عندك دوالي كل مره تخرج دم او عندك تيبي كل مره تصعد دم او كل مره عندك بور دم او واحد عندها دوره غزيره يبقى دي بنسميها كرونيك ايه؟ كرونيك هيموريج ايش النتيجه؟ ايرن ديفيشنسي انيميا ايرن ديفيشنسي انيميا انيميا نقص على ايش؟ الحديد اوكي يبقى دي الايفكتس اوف ايه اوف هيموري ثلاثه اللي الهيماتوما بقى الهيماتوما لما تبقى دي ماس يبقى ماس ايفكت ماس ايه ايفكت او سبيس كوباينج ريجن يبقى ماس ايفكت ماس ايفكت يعني مدومة هنا فردعت كده مفيش مشكلة طيب لو الهيموريج جوه الدماغ انترا كرينيال هيموريج ممكن تكون فيتا صح ولا مش صح؟ دينجرس ممكن تبقى هرنيشن ولا لا؟ يبقى هنا يسموها ماس افكت اكزامبل انترا كرينيال هيموريج انترا كرينيال انترا كرينيال كرينيال هيموريج يبقى ده ماس افكت هيماتوما خاصة في المناطق الصليبية دي طيب او نتيجة الكومبليكيشنز بعد كومبليكيشنز بتاع الهيماتوما دي هنا طبعا هيماتوما ها هيماتوما complications اول في and complications of hematoma في and complications of hematoma واحد عنده hematoma قلت دمويه فهتدي بايه نمبر 1 ايش بتدي واحد رقمك فردع غالبا ايش؟ الفرادة تبقى بتروح؟ غالبا بتروح عصرت حسست لي كده مش عارف ايش؟ المهم جميل زي الفل يبقى سمونا ايش؟ لايسيس سمونا ايش شباب؟ لايسيس اند ابزوربشن ابزوربشن اعادة الامتصاص خلاص بتروح على سمونا ابزوربشن طبعا دي له سمول اف ايش يا شباب؟ سمول لكن لو انت تمد كده كبير هنا فاصل حتى نقصه شوية بعد ما بتضيش كله ذي بيبقى يجوز منه يبقى يفرجع على طول تمام يبقى ممكن تبقى لما تبقى الهيماتوما دي بيحصلها ايه؟ ديستروفيك كالسيكيشن ديستروفيك ايه؟ كالسيكيشن يبقى قرن بعد نسيطر احنا الحين قرن نسيطر ديستروفيك كالسيكيشن كلس حجر تمام الثلاثة إذا ما أصل بقى أبسوربشن يعني أصل ديستروفيك إيش يا شباب؟ ديستروفيك كالسيفيكيشن. الهيماتوما دي قد يحصل لها أورجنايزيشن. الهيماتوما كبيرة كده يدق جزء منها مع قطعة الجسم كله يذوب
فبالتالي بيحصل لها organization. يعني organization انه يغزوها مين؟ الجرانيوليشن ايه؟ تيشو والفايبرس تيشو. بتحول لكونترا فايبرس. يبقى organization. يعني النهاية ايش يا شباب؟ فايبروزيس. طبعا الفايبروزيس ده لو في منطقة في البطن هيعمل ايش يا شباب؟ هيعمل نتيجة. هيعمل ايش؟ نتيجة. انسقط. نتيجة. يبقى لو حصل لي اورجنايزيشن ايش النتيجة؟ انه يحصل نتيجة. تمام؟ بدل في اند افكتس اوف هيماتوما. ذلك احنا لو حطينا بالك لما نعمل عمليات مشفر للمريض. ها؟ العمليات زي كده. يشفط الدم، ليش يشفط الدم؟ عشان ما يتكونش هيماتوما. عشان ما يحصلش بعد كده سنو ديستراكشن. اوكي؟ خفض اعمل لك درانك، اي عمليه اعمل لك درانك اشفطه. مش عاوز الدم. لانه قابليه انه الدهون بالجسم بتمتصص قليله مش قويه يعني. فبيبقى هيماتوما، هيماتوما دي اسمها فايبروزيس، والفايبروزيس لو في المنطقه اللي ممكن تضغط على التراكيا، لو في المنطقه اللي هي نعمل لك السنر اوستراكشن ماشي. يبقى دي اول موضوع. تعالوا الموضوع الثاني. طبعا الهيماتوما، الهيماتوما لما يحصل لها ابزوربشن بتمر بمراحل. أول ما يكون كترة دموية بعد كده تجد بعد يوم طبعا تكون زرقاء مكان مزرق المنطقة دي تبدأ تتحلل تصبح خضراء بليفيردين بعد كده تصبح صفراء بليروبين بعد كده تختفي. يعني عملت أي خبطة هنا عملت لك نيالة زرقاء تجد إنه حتمر بالمراحل الثلاثة دي. تكون زرقاء في الأول ليش؟ لأن الأكسجين يمتص والدم يصبح كله ديكسجينيتد يصبح أزرق. بعد كده يبدا يتحول الماكروفاج تاكل الهيماتوما بيتحوله الى بيليفيردين صبغه خضراء. بعد كده بيتحول داخل الماكروفاج الى بيليروبين صفراء اللي هو بعد كده بينتهي لما بيروح البيليروبين للمكان حقه اللي بالليفيردين. يبقى دي اللي هو التغيرات كل يوم تجد ايش؟ يعمل لون. اوكي دي تغيرات عاديه وهذه بتستخدم في الطب الشرعي متى ضرب النوم. تلقوا قاعد تايم اقول لك غلط ابني مش عارف غلط ابني شوفها وهذا كان صفر قول له روح عند امك افتمر اكل هذا غلط ابنه قول له ايام فهمت يا فهمت الشغله. موضوع ثاني اسكيميا. موضوع ثاني اسكيميا definition decrease blood flow to tissue or organ. يبقى قلة التروية الدموية للعضو هو الذي بسميها يا شباب بسميها اسكيميا. اوكي الاسكيميا نوعين. اسكيميا نوعين تايبس. نمبر 1 اكيوت اسكيميا. او خليها اسمها بطريقه ثانيه افضل. روبا كلام حلو. اسود. الاخضر لا الاخضر لا بالعكس الاخضر في عمل الوان الاخضر كثير. اسود اسود الحبل داخل اسود. اي ده الاخضر هذا اسود. تايبس واحد لوكال اسكيميا. لوكال اسكيميا افضل. اثنين سيستميك اسكيميا. لو كان اسكيميا قلة التروية الدموية ونجد نسيج محدد او عضو محدد. سيستميك اسكيميا للجسم ايه؟ للجسم كامل. اللوكال اسكيميا
يا اما تكون اكيوت يا اما تكون ايش؟ كرونيك. الاكيوت اسكيميا غالبا بتكون sudden and complete. sudden and complete يعني قفلة للوعاء الدموي تماما. اهو ده الارتري والفين الباقي كده متقسمين فينس وارتريال بس مش نسيش نوضحكم. يبقى دي الارتري قفل على طول. ايش اللي هيبقى فيه قفل على طول يا شباب؟ ربص او امبولس. يبقى الالكترولوجي حقها يا ثرومبس يا امبولس. ثرومبس اور امبولس. يبقى احنا صادين عند التمرين. يبقى ايش سببت؟ يا ثرومبس يا امبولس. طيب نجيب امثله الكلينيكال افكتس. كلينيكال ايه؟ افكتس في الهارد. الشريان الثاني مثلا قفل مايوكارديال انفاركشن. مايوكارديال انفاركشن يبقى ده مايوكارديال انفاركشن. اوكي يا شباب؟ طيب لو في البرين ايش النتيجه؟ ستروك. ستروك سكته دماغيه يعني هيموت جزء من الدماغ اللي مطلع على الاوب او ممنوع عنه الترويه الايه؟ الدمويه. طيب لو في الانتستين ها؟ مش اتروفي جانجري. انت مقبل لك على السكور بزيدريك ارتري حصل ثرومبس فيبو. يبقى حصل لي الانتستين ايش؟ جانجري. هتموت هتعفي يبقى جانجري. اوكي؟ لو انتستاينال انفاركشن انتستاينال جانجري جانجري. طيب لو في اللورلين جانجري هتجيب بكتيريا يبقى جانجري. اوكي يا شباب؟ كرونيك اسكيميا بتكون جريدوال اند انكمبليت او بارشال. اللي هيخلي الوعاء الدموي مقفول نص نص ها؟ أثيرو سكليروسيس تصلب شرايين تمام؟ في الهارت لو في أثيرو سكليروسيس في الهارت مجلع قفل لها مثلا 50% كده والدم بيعدي ايش بيحصل؟ ستيبل انجينا. ستيبل انجينا. انجينا انجينا فيكتورس. طيب لو في البرين في اثيروسكلوروز في البرين ها؟ هيكون كل فتره مثلا بيقول لك انا ايدي سافيه تجلس كده عده دقائق او ساعه وتفك. يقول لك انا قايم على السالفه خلاص كانت سفير افتقاد. نفس الفكره برضه او بيقول له الطنين كل فتره او كل مره بيغطي النظر حقه بيضيع. اماروزيس فوباكس او تينيتاس ده من علامات الاسكيميا من علامات ايش يا شباب؟ الاسكيميا. او هيديك كل مره بيجي له هيديك كل ما يجي يذاكر يجي له هيديك كل ما يجي يشغل مخه يجي له هيديك لانه عاوز اكسجين بس الشرايين مالها ضيقه. يبقى دي بسميها ترانزيان اسكيميك اتاك زي الانجينا بتاع ايه؟ القلب. ترانزيان اسكيميك اتاك. اوكي؟ طيب لو في الانتستين لو في الانتستين سكور ميزنتريك مثلا ايش ضيق في بؤثير سكلوروزيس يبقى كل ما يوصل الاكل لسمول انتستين الم يحصل له الم لانه لما يوصل الاكل اسمه انتستين عاوز يفرز انزيمات يمتص عاوز دم كتير فيجي مقطوع الدم يا دوبك تغسل له ها ما ينفعش تغسل كل المواعين تغسل الله صعب صعب تجي تصبح فبدا يشعر ببين بوست برانديال بعد ساعتين من الاكل يبدا يشعر بالم شديد ومغص يشتي مغثي يشتي يطرش يعني حالته حاله يعني
حصل لي وجبه دسمه. اوكي يبقى دي بسميها ايش يا شباب؟ انتستاينال انجينا. انتستاينال انجينا. لو في في في, في السيليك ترانك ها يبقى المعده هذا وكان قرش يطرش يغطي نفسه ويطرش لانه تعبان الاكل تعبه. دي برضو ها نفس الفكره بس في الجاستريك. اوكي طيب لو في اللور لين في اللور لين مضيق عندك اثيروسكلروزيس يبقى كل ما يحاول يجري يشد حصوش العضلي تمام او لما يخرج الصبح رايح الكليه بعد مسافه معينه بيبدأ يشتكي من الم في رجله بسميها العرق المتقطع انترميتنت كلوديكيشن. انترميتنت كلوديكيشن العرق المتقطع. بعض الناس كده خاصه تبلو تخرجوا الصبح مثلا بيتكم قريب او مثلا المبنى الجامعي قريب فانت بتخرج بعد 100 100 200 100 300 100 تحس نفسك انك ايش؟ مش يعني رجلك شدت عليك تربك شويه على من الاكسجين يجي ولا اي تي بي تصير انجري بعد كده تواصل بشوي. فكل مره بعد مسافه معينه تقدر يحصل لك العرق ده. يقول لك والله صاحب الدكان ده يعني كل ما صار عندك دكان عقب تقول لي تشن. اوكي؟ ده اسمه العرق المتقطع. قد يكون فيسيولوجيك احيانا انك بتعود البر فبالتالي تعتبر شريحه ضيقه نسبيا بدون اثير سكلوزيس قد تكون نتيجه تاثيره ايه؟ سكلوزيس. تمام؟ طيب الكلينيكال بيكتشر زي ما انتم عارفين اهو على اكوردنج تو ذا سايت. اكوردنج تو ايش يا شباب؟ يعني ممكن يكون في رينال اسكيميا لو اكيوت في الكدري انفارك لو كرونيك ايش بيحصل؟ ننزل لكم الكدري يلا ننزل لكم الكدري ما عارفين بس في الكدري هنا رينال انفاركشن في الكدري ايش بيحصل يا شباب؟ انفاركشن. طيب هنا في الكوروني رينو فاسكولار هايبرتنشن رينو فاسكولار ايه؟ هايبرتنشن رينو فاسكولار هايبرتنشن. يبقى لو رينال ارتري ستينوتيك باثيروسكلروزيس يبقى يحصل رينال اسكيميا. الرينال اسكيميا دي حترفع الرينين الرينين انجيوتنسين القصه اللي انتم ايش؟ اللي انتم عارفينها. يبقى سكندري هايبرتنشن سكندري ايه؟ سكندري هايبرتنشن. اوكي؟ يبقى هذه كلها افكت اوف ايش يا شباب؟ اوف اسكيميا. طبعا الكلينيكال بيكتشر اوف اسكيميا يعتمد زي ما قلنا على المكان. لو مثلا اللم لو في اسكيميا في اليد دي تضيق في الشريان البريكيال ارتري وده كويس يبقى ايش هيكون هنا؟ اليد دي بين شاحبه ها كولد يعني بارده انا اختها تمام وفي تنجلينج تنجلينج لان التغذيه الدمويه مش كويسه الاعصاب حساسين شويه تنميل اوكي الم واحيانا يحصل ضمور اتروفي اسكيميك اتروفي للثينر ماسلز اوكي بدي علامات الاسكيميا. ممكن في الجلد الاسكيميا لو قوي ممكن تدخل في اسكيميك السر اسكيميك ايه؟ السر اوكي زي الناس اللي يحصل لهم قرح في الرجل في الامراض السكري ليش يحصل لهم؟ لانه عندهم اسكيميا ما تصلش الترويه الدمويه كويس الناس اللي عندهم سكري فبالتالي بينجرحوا بالرجل وكمان حاجه ثانيه ما بيحسوش نيوروباثي نيوروباثي فبيحصل لهم الاثنين يعني نيوروباثيك السر او اسكيميك السر اوكي يبقى دي الايفكت اوف اسكيميا مش وقت الان بالكلينيكال اثر الكلام ده بالكلينيكال اثر تعالوا بالسيستميك اسكيميا سيستميك ايه؟ اسكيميا سيستميك اسكيميا برضه مقسمه لاكيوت وكرونيك. متى تتوقع يحصل اكيوت سيستميك اسكيميا لكل الجسم؟ الدم الترويه الدمويه لكل الجسم زي الزفت. متى؟ بشكل اكيوت. ريسبيرتيفي هيموريج. وايش كمان؟ ريسبيرتيفي ما دخل ريسبيرتيفي. هو يتنفس في هايبوكسيا. بس هيبوكسيا نوت ايكوالز اسكيميا لا لا هيبوكسيا مش اسكيميا اسكيميا الدم قليل تفتح العنق في قليل ما هي ضعيف فمتى يكون الترويه الدمويه بكل الجسم ضعيف؟
هارت فيلير اوكي شوف هيكون في المشيو هي ما فيش غيرها هي ما فيش غيرها شوف يبقى اكيوت سيستميك اسكيميا يساوي ايش يا شباب شوف كانت كارديوجينيك كانت هيموراجيك كانت سيبتيك جميع انواع يبقى كله شوف اسمي يبقى اكيوت سيستميك اسكيميا شوف ورا ده شوف ده الدم ما بيوصلش كله بزي الجسم كله الميه مقطوعه من المجروح كله نحن نطيف ونلقي طف 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 كله نحن ها كل الحارات كل البيوت كل الادواء اوكي يا شباب اوكي يبقى دي شو كرونيك متى بقى تكون بشكل كروني يعني في اسكيميا نقص ترويه دمويه بشكل مزمن للجسم كامل ها ايش؟ لا 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 تروحوش بعيد بصوا الان دلوقتي المشروع حق الميه كل احنا فاتحين زي الفل تك 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 فجاه تضع المشروع على طول دماغك يروح يجي العزل حصل شو؟ حصل يا شباب؟ شو؟ يعني ايه شو؟ الماسوره الرئيسيه قريحه بالشارع يعني حاجه اكيد حاجه يا شباب؟ اكيوت الديزل خلص الديزل ايه؟ خلص يبقى المضخة يبقى كله ده اكيوت ده شو امال في الكورونا ايه ده الماء في ايه كده كله اجي مثلا انا ساكن ما له يا صبايب بقكم ضعيف الماء يقول لك احنا زي كله قفوا من زمان من قبل حتى الثوره شغال الميه ضعيفه كده يبقى ده كورونا ايش يعتقدون؟ بيقول نقص ديزل لا قريحة الماسورة لا ضيقة يبقى هاي المدخلة الضيقة أو المضخة ضعيف هاي هارد فيلير يبقى في السبب الوحيد للكرونيك اسكيميا سيستميك اللي هو كونجستيف هارد فيلير المضخة ما تشتغلش شغال بس ضعيف دكتور حسب كونجستيف هارد فيلير كونجستيف هارد فيلير وش تقول؟ كونجستيف هارد فيلير هنقول الشوك تحت الكارديوجينيك شوك لا يا حبيبي كونجستيف او كروني هارت فيلير شوك اكيوت اكيوت هارت فيلير حصل له قطع حصل له اكيوت هارت فيلير يبقى تسمي كارديوجينيك شوك مش كروني كروني ده واحد عنده فشل ياخذ حبه حقه وسارع حرق اقول له دائما مرمات ده كروني ده كونجستيف هارت فيلير لكن انا مش كونجستيف ده اكيوت هارت فيلير ها؟ اللي بقى حلو سؤالك حلو مش حلو سؤالك ممتاز بين تكون خلاص ده واحد اللي هو فرد حق المرضى هذا حق النسبة يبقى بعدين نروح اعمل حاجه بسيطه ها ليش عندهم ديسكيميا سيستم ديسكيميا يتعب يفتر ما يقدرش اما شوك فجأة اما طرق ما فيش يزل فقط خلاص خلاص ماشي هذا الفرق تمام يلا انا دايما احب قبل ما ابدا اشرح الشوك اعمل النقطه دي دايما ما تخش على الشوك على طول بدون ما اجيب الكلمتين دول شوك